الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائل من العاصمة يقول: ما أن بشرتني زوجتي أنها حامل، وقد انتظرنا هذا الحمل كثيرا حتى طردوني من عملي ظلما وعدوانا ومنحوه لأحد المعتشين، فهل يجوز لإسقاط هذا الجنين فأنا لا أملك دخلا أنفق منه عليه؟ انت يا الزعاف هذاك لي حوزك من الخدمة هاك حتبردو في هذا الجنين. الله يهديك الله يهديك. باينة هذا السؤال هاك كتبتو وانت زعفان في لحظة غضب، يعني من مرتك بشهاتك بلي راهي حامل، وهاك تقول بلي انتظرت هذا الجنين مدة طويلة. الحمد لله، هو ربي يرزقك وأنعم عليك وجهك الواقع من الشركة بلي محاوزوك من الخدمة. مال انت هذاك الزعاف تاع لي حوزوك من الخدمة هاكا تخرجوا في هذا الجنين. الله يهديك يا اخي الله يهديك. حاوزوك من الخدمة وطيروك من الخدمة يوم تحيرش يا اخي. هم قالوا لهم لي زالجيريان قاع يطيروا، هذا طيروه من الخدمة، هذا طيروه من السكنة، هذا طيروه من القراية، هذا طيروه طيروا عقله، هذا طيروا ماله، هذا طيروا أهله، هذا طيروا أولاده، ليه صار جريان قاعد يطيروا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. شفت موتوا بالشهات وبالرأي حامل، والشركة بالشهات بالطرد من العمل. أين أنت يا أخي، أين أنت من قول الله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، في سورة الأنعام الآية 151. اذهب إلى سورة الأنعام وشد المصحف وقرأ بتدبر قول الله جل جلاله: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ربي ينهانا باش نقتلوا أولادنا، كيما انت ناوي دير؟ هل نقتل وليدي خاطرش ما عنديش الشهرية، ما عنديش الخدمة؟ انت يا ريم تخلطت لك الأمور، اختلطت عليك الأمور بين العمل والرزق. العمل ماشي هو الرزق، العمل واجب تخدم باش دخل الرزق، وقادر يأتيك رزق بلا عمل. فهمتني؟ ربي يرزق عباده بدون عمل، وإنما ربي يطلب مننا عمله، كما دار مع مريم. أمنا مريم حامل وحمل برسول من أولي العزم، وربي قال: وهزي إليك بجذع النخلة. انت لو كنت ولي لعقلك مرأة حامل تقدر تهز نخلة، شكون يهز نخلة؟ راجل صحيح ما يهز نخلة، ولكن ربي أمرها أن تضع يدها وأن تعمل، دير يدها والنخلة تبدأ تزغد، تساقط عليك رطب جنية. ما لا ربي باش يعلمنا العمل. حتى مريم حامل ما جابلاش رزق بالها هكذا، قال: هزي نخلة، دير يدك، حركي برك والنخلة تزغل بقدرة الله. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى في سورة الإسراء الآية 31، اقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا في سورة الأنعام قال: نحن نرزقكم، بدأ بكم انتوما الآباء، نحن نرزقكم وإياهم، اجعل الأطفال بعد الآباء. وأما في سورة الإسراء لا بدأ بالأطفال، نحن نرزقهم وإياكم. لماذا؟ هيا ندبر قول الله تبارك وتعالى. شوف: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هنا الإملاق بمعنى الفقر، أو وقع من إملاق. إذا وقع الفقر ما تقتلوش أولادكم، قالنا أنا نرزقكم ونرزق أولادكم. علاه؟ لأن الفقر كي يوقع خلاص الناس ودخلت في مجاعة،
هاي حين يموت كيما نشوفوا هذوك تاع افريقيا، هذيك دقيقه يولي كل واحد يخمم على روحه، خلاص تخمم على روحه. مالا بيبدا بالاباء، ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. واما اذا الفقر مازال ما وقعش، واحد يخمم لو كان يوقع الفقر ما يخممش روحه، يقول هذا داري واش يدير ومساكن، ولادي كيف ياكلوا، ولادي كيف ندير بيهم. اذا كان يخشى الفقر ولم يقع يخمم على اولاده. ولذلك ربي قال ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، خشيه خوفا من الاملاق، والاملاق مازال ما وقعش، نحن نرزقهم واياكم. لما الانسان يخاف الفقر يخمم على اولاده، ولذلك ربي طمأنه فقال نحن نرزقهم وإياكم. ولما يقع الفقر حقيقة يولي يخمم على روحه واش يأكل، ولذلك ربي قال نحن نرزقكم وإياهم. معناتها سواء وقع الفقر أو لم يقع الرزق على الله. اسمع يا اللي حوزوك من الخدمة مسكين غير بشرات ومرتو بلي راهي حامل، حبسوا له الفرحة في الجرزين تاعو، جاي يفرح وزهم الخدمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الله تبارك وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم، الرزق في السماء، هذه الخدمة وتروح هذه أسباب، هذه أسباب. قادر إنسان يدخل الملايين ونعرفوهم، يدخل في نهار 200-300 مليون، والله ما يعرف وين راحوا، ما يعرفش وين راحوا. انا نقول لك وهما بيحكيو يا ويدخل ملايين محاصل، وقادر انسان يدخل الكفاف والعفاف خبزه صغيره. نعرف ناس يدير سنيوات على قرنطيطه، سنيوات على قرنطيطه، وعنده 12 طفل والله كاع لاباس بهم، مهندسين واطباء وشخصيات محترمه، كبرهم غير بسنيوات على قرنطيطه. وهذا نعرفوه، اللخر 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 في ولاده عنده ماجستير. علاه؟ لان الرزق على الله، لازم ما تتخلط لكش بين العمل والرزق، انت اعمل ورزقه على الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومن بعد ربي يحلف فورب السماء والارض، ربي يقسم. شوف يا عبد كيف ربي يكرمك، واحد مطلب من ربي يقسم، ولكن ربي يقسم لك باش يطمئنك. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، في سورة الذاريات. زين، أما سمعت قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعلم وين تبات ويعلم وين تموت. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة كل من يدب على الأرض، ولذلك الإنسان دابة، دابة يدب على الأرض، كل من دب ومشى فوق الأرض فهو دابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك إبراهيم بن الأدهم كان واحد النهار عنده شيخ كبير عالم يعلمه ويربيه، ومن بعد علمه باللي رزقه على الله. مال ابراهيم بن الادهم قال انا نروح نخدم، نروح نخدم ورزقه على الله. هكذا علمه الشيخ تاعه، اخدم ورزقه على الله. راح يصيب واحد الغراب عمى، غراب عمى، ويصيب واحد الحيوان طير يجيب له ياكل. ماذا قال هذا غراب عمى وحيوان عمى وربي سخر له طائر يجيب له الاكل، نعاود نقول اللي نعبد ربي برك، ما نروحش نخدم، ربي يجيب لي رزق. فلما جاء الشيخ نتاعو قال له ماشي قلت له تخدم؟ قال له يا ديني صد حيوان غراب اعمى وربي سخر له طائر يجيب له الماكله، ما لا علاه نخدم. قال له يا ابراهيم انا كنت حبك تكون هذاك الطائر اللي يجيب الرزق، ماشي هذاك الاعمى. شوف العلماء كيف يربوا. قالوا انا كنت حبك تكون هذاك الطير اللي يجيب الرزق للطير الثاني، ماشي هذاك الاعمى. اذا انت حوزك من الخدمه، ما تروحش تقتل وليدك على جالهم. يا سبحان الله، تقتل وليدك على جال الرزق، الرزق مضمون. زيد اسمع الى قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. اسمع إلى قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. اسمع إلى قول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هاي لك الفكرة اللي قتلك اقتل وليدك، هاي من جاتك. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لا تقتل ولدك فإن ذلك من الكبائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.